السلام عليكم ورحمة الله. غادي نعملو مع بعضنا اللي هو اسمه ميديو بولو، طاولة مقطعة. غادي نعمل معكم الفيديو مرة أخرى إن شاء الله على العجين ديالها، وغادي نعمل الكريمة باتيسري معكم. معنا نصف لتر حليب مع 2 معالق باتيسري و 4 معالق السكر سنيدة. غادي نعملهم يطيبوا مع بعضهم، وللتزيين معنا كوكو، شويه القرقاع مقطع صغير، شويه الفاني، والدوائر كيف ما كتشوفوا معايا سبق لي طيبت وعدلتهم. انا باغي غادي نزينهم معكم. غادي نحرك مزيان، نخلطو مع بعضو، عاد نزيد الحليب اللي باقي ونعملو فوق النار. كوكو خلطت مع الفاني، كنفند فيه كيف كتشوفو حشية الدائرة بيضاء مقمشة. نكمل الحبات كاملين. الحلوة ديالنا اصبحت جاهزة، كنتمنى تعجبكم، تكون عند حسن الظن ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.